الأصوات شاكاكيتو بطل الأبطال شاكاكيتو بطل الأبطال هيا نستمتع بحكاية قصص رائعة للغاية هيا نستمتع بحكاية قصص رائعة للغاية ومغامرة كل مساء من أولها حتى النهاية ومغامرة كل مساء من أولها حتى النهاية حتى النهاية كوت كوت وجميع الأبطال وات 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 كاكاكيتو بطل الأبطال كاكاكيتو بطل الأبطال هذا فريق للأخبار أبطاله يا صاحب صغار هذا فريق للأخبار أبطاله يا صاحب صغار قد عشقوا فعل الخيرات بعزيمته والإصرار قد عشقوا فعل الخيرات بعزيمتهم والإصرار والإصرار كت كت وجميع الأبطال وات 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 كاكاكيتو بطل الأبطال كاكاكيتو بطل الأبطال قصص للتسلية وفيها نتعلم منها الآداب قصص للتسلية وفيها نتعلم منها الآداب وفريق الأخبار يرينا أحداثا عجبا وعجاب وفريق الأخبار يرينا أحداثا عجبا وعجاب عجبا وعجاب كت كت وجميع الأبطال وات 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 كاكاكيتو بطل الأبطال كاكاكيتو بطل الأبطال وات وات أبي أمي أبي 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 بارك الله فيك أنا خائفة توكلي على الله ولا تخافي كت 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 أين أنت أين أنتما يا صغيرة كت 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 أين أنتما كت كت أين كت كت أين أبي أمي أبي أمي ماذا سيحدث لنا؟ توكلي على الله يا كتكوتة بإذن الله سوف نجدهم ونعم بالله ولكن قبل أن يصلوا سنكون قد تجمدنا فلن نجد طريقة من نزول عن هذا الجبل والعودة إلى البيت أرجوك لا تقلقي بإذن الله سوف يجدوننا قريبا لقد جاءتني فكرة ذكية ما هي؟ مياه النهر تجري نحو الوادي لذلك إذا سرنا باتجاه المجرى سنصل إلى الوادي وبعد؟ هيا بنا هيا يا الله سأستريح استمري في المشي لا تجلسي هكذا لن تقدري على النهوض تذكري نصائح أبي هيا لن أتحرك تحركي هيا لا أستطيع السير لا تجبرني إن أردت أمشي وحدك رجاء تحركي لا أريد كتكوتة نحن الآن في مشكلة ويجب أن نتعاون لنحلها سنتابع المشي الآن هيا آه
انتبهي يا كتكوت. توكلي على الله ولا تخافي، جاءتني فكرة، اذهبي واحضري الحبل حالا. اسحب. سننزله الى النهر. كتكوتة لو سمحت لا تتحركي كثيرا. لماذا؟ سيفقد الطوف توازنه. انظري إلي وكأنني كنت أعمل بحارا من قبل. انظري إلي، أنا ماهر، ماهر جدا. انتبه. الطف يا رب، لقد أصبح التيار قويا. الطف بنا يا الله، الطف بنا. انتبه، إننا نتجه نحو الصخرة مباشرة. يا إلهي، يا إلهي ساعدنا. كتكوتة، لقد فقدنا المصداق. كتكوتة تمسكي جيدا. الطف بنا يا الله. يا تمسكي بقوة. توكلي على الله ولا تخافي. تمسكي، تمسكي. بسمة كلمة ورسمة. وجدوني. إنه يهرب. ترى أين فكور وأبو الريش؟ لا ندري أين هما. انتظر وسترى. لعبة؟ إنها لعبة نقوم بها بأنفسنا، اسمها غدار ومكار قريب. هل تعتقد أن هناك أخطارا في الغابة؟ هل تمزح؟ إن كنت لا تصدقني يمكن أن تذهب وترى إنهما هناك. عاقبة الكذب وخيمة حقا. البرنامج التالي. كتكوتة، أين أنت؟ كتكوتة. كتكوتة. يا رب. بإذن الله سيعودان سالمين. ترى أين هما؟ كتكوتة، هذا أنت. ألم تعثر عليهما؟ كتكوتة تمسكي جيدا، إن شاء الله سنتخطى الشلال. النجدة، النجدة، ساعدونا. كتكوتة هناك خيمة. الحمد لله، نحن بخير الآن. الحمد لله على السلامة. كتكوتة، لقد ضاعت قشرتي يا إلهي. انظر كتكوت، ورود صفراء لأمي بطبوط المريضة. وأخيرا وجدناها. ما أجملها. يلزمنا كتاب كبير لنجفف ورقها. الورود التي طلبتها أم بطبوط. إن شاء الله ستكون أم بطبوط سعيدة بهذه الأزهار الجميلة. إن شاء الله. ها.
ما هذا؟ ما الذي أراه؟ أليست هذه قبعة كتكوت؟ إنها هي بالفعل. أجلية، يبدو أنه رماها إلى النهر كدلالة على أنهما بخير. أرجو الله ذلك. بإذن الله سوف نتمكن من إيجادهما. القبعة جاءت من على النار، يجب أن نتجه إلى هناك. هيا. هل ستشتعل؟ إن شاء الله. ضعي ورقا جافا بسرعة. فكرتك رائعة، بارك الله فيك يا كتكت، أنا فخورة بك. الحمد لله أننا ما زلنا أحياء ولم نصب بأي مكروه. الحمد لله، وجدنا زهور أمي بطبوط. أرى شيئا هناك. يبدو أن أحدا يخيم في ذلك المكان. سوف أذهب وأسأل عن كتكت وكتكوتة. توكل على الله. خير. يا الله. كتكت، كتكوتة، الحمد لله أنني وجدتكما. أخبراني هل أنتما بخير؟ أمي أنت هنا؟ أبي، الحمد لله أنك أتيت. لن أترككما يا صغيري. الحمد لله، الحمد لله، وجدتهما. الحمد لله. كفى، ابقى هاديا يا كتكت، لقد مررنا بتجربة صعبة. لا، لن انزلك. تفضل الزهور. رائع، بارك الله فيكما. عثرنا عليها في الجبل. كانت مغامرة حقيقية. شكرا. إنها تشبه كثيرا الزهور الصفراء التي أحبها. تشبهها؟ أجل. كتكت، وعدت أن تجلب لأمي الزهور الصفراء التي تحبها. لا مشكلة يا بطبوط، هذه الزهور تشبهها كثيرا. يا حلق الله. تفضل. السلام عليكم، ما هذا؟ وعليكم السلام، إنها أزهار برية جلبها الصغيران لي أيها الطبيب. إنها الزهور التي حدثتك عنها، إنها مفيدة في علاج أمراض الجهاز التنفسي بإذن الله. إذا قمت بنقعها وشربت منها ستساعدك على الشفاء بإذن الله تعالى. بارك الله فيكما. ساعدت الزهور في علاج أمي بطبوط والحمد لله. كتكوتة، أريدك أن تخمني ماذا يوجد تحت قشرتي. هذه الزهرة لك. بارك الله فيك يا كتكت، سأضع هذه الزهرة بين ورقتي كتاب حتى أتذكر تلك المغامرة الرائعة. كتكت وجميع الأطفال. وات 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 وات. كاتاكيتو بطل الأبطال. كاتاكيتو بطل الأبطال. هيا نستمتع بحكاية قصص رائعة للغاية. هيا نستمتع بحكاية قصص رائعة للغاية. ومغامرة كل مساء من أولها حتى النهاية. ومغامرة كل مساء من أولها حتى النهاية. حتى النهاية. كتكت وجميع الأطفال. وات 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 وات. كاتاكيتو بطل الأبطال. كاتاكيتو بطل الأبطال. هذا فريق للأخبار، أبطاله يا صاحب صغار. هذا فريق للأخبار، أبطاله يا صاحب صغار. قد عشقوا فعل الخيرات بعزيمة